الرادار. رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم حتى للحديث في الرادار. باش نحكيو على الشواطئ التونسية، باش نحكيو على التهيئة متاع الشواطئ. معنا سي سمير ورغمي مدير إدارة حفظ الصحة والوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك سي سمير. أهلا أخت لبنى ومرحبا بيك وبمستمعي إذاعة إكسبريس إف إم. مشكور جدا على التدخل معنا سي سمير. استعداداتنا إلى الموسم الصيفي من حيث هكا جودة المياه، من حيث التهيئة، شنو عنا؟ هو أخت لبنى، احنا كوزارة الصحة راهو نهتموش بالتهيئة، ولكن نهتموا بالمراقبة الصحية وتصنيف مياه السباحة. إذا احنا توا في وسط توا المصالح الكل قاعدين يرفعوا في العينات ويبعثوا فيهم للمخابر باش نعرفوا النوعية البكتيريولوجية لمياه السباحة. معناها احنا عادة أخت لبنى كما تعرف أنت في السنوات الفارطة نصدروا نتائج في آخر شهر ماي. نجموا معناها نعطيوك بسطة على المنهجية معناها نتاع العمل نتاعنا، هي في إطار معناها الوقاية من المخاطر الصحية مرتبطة بمياه السباحة وتطبيق البرنامج عمل الإدارة. معناها احنا عندنا شبكة وطنية لمراقبة مياه البحر تشتمل على حوالي 539 نقطة مراقبة قارة و13 مخبر موزع على كامل الشريط الساحلي اللي هو 1300 كيلومتر من شواطئ أطبرقة شمالا إلى بلجردير جنوبا. البرنامج المراقبة يتمثل في جرد وإحصاء مصادر تلوث مياه البحر من خلال القيام باستمارات صحية سنوية على كل نقطة مراقبة. معناها 539 نقطة، احنا يتعاملوا 539 معناها جرد وإحصاء المصادر التلوث على النقاط هذوك. نشوفوا معناها جميع الخصائص والمعطيات، قابلية المياه للتلوث، نوعية الشاطئ، رملي صخري، حركة الماء، اتجاه الرياح، نسبة تردد المصطفين، محيط الشاطئ عمراني صناعي فلاحي، فمش مصدر التلوث حول النقطة، محطة تطهير، مؤسسة صناعية، نوعية التلوث شنو، مياه مستعملة خام أو معالجة، مياه أمطار، صرف صناعي، فضلات صلبة. هذا الكل نحطوه في التقرير. وكذلك النقطة الثانية نراقبوا نوعية مياه البحر، معناها يقع الأعوان الحفظ الصحة يرفعوا عينتين في الشهر خلال الفترة الصيفية اللي هي مازلت، ونرفعوا عينة في الشهر خلال الفترة الشتوية المتراوحة بين أكتوبر وأفريل. إذا توا احنا دخلنا لشهر ماي، فما عينتين يقع رفعهم في كل شهر لإخضاعها للتحاليل، وهذه كلها تتمر عبر منظومة إعلامية معنا نحطوا فيها النتائج بتاع النقاط الكل من جميع الولايات، ونخرجوا التصنيف هذاك اللي هو إن شاء الله يبدأ حاضر آخر شهر ماي أخت لبنى. بالطبيعة بالاعتماد على تحاليل بكتيريولوجية، معنا نلوجوا على يعني مجموع القولونيات البرازية الكوليفورم في كو، العقديات البرازية الستريبتوكوك في كو، والسلمونيل اللي هي جرثومة مضرة وذات عدوى هي السلمونيل. نلوجوا عليهم هذوك الكل في التحاليل ونحطوهم في المنظومه، وهي تعطينا المنظومه تعطينا تقولنا الشاطئ هذاك صالح للسباحه او غير صالح للسباحه. عندنا شيء تقريبا توا رقم تاع الشواطئ اما الصالحه او غير الصالحه للسباحه؟ والله هي اخضر عندنا نتائج السنه الفارطه اخت لبنى، أي. ولكن توا ما نجمش نزمو خاطر هي لازم التحاليل الكل تتحط في المنظومه والولايات الكل يخلطوا معناها يعطيونا. هو ما 13 ولايه فيهم شواطئ، دونك 13 جهه الكلهم يكونوا حاضرين ومن هنا لاخر ماي. انا نذكرك اخت لبنى في السنه الفارطه كانت عندنا 29 نقطه معناها غير صالحه للسباحه في تونس، اربع نقاط في بن عروس معناها اللي هو ما تعرف فيها جيت حمام النمف ورادس والزهره 16 نقطة، بنزرت فما خمسة نقاط، سوسة نقطة، وجابس ثلاثة نقاط. إن شاء الله احنا السنة معناها يكون فما تحسن، ينقصوا النقاط 29 ونكون عندنا معناها أكثر شواطئ مهيئة صالحة للسباحة صالحة من ناحية البكتيريولوجية. واضح سي سمير، نحن باش نكونوا في متابعة للتقرير اللي باش يصدر. قلت لنا آخر أول إذاعة إكسبريس إف إم معناها تسألنا هذا السؤال لأنه احنا في قلب العمل تو. واضح هذايا دورنا أن نتبعوا من هذه المنهجية وإن شاء الله تكونوا من أول معناها المتحصلين على النتائج إن شاء الله. مشكور جدا سي سمير أورغمي، احنا زادة من دورنا أن نتبعوا منهجية خدمتكم باش من بعد تمدونا بك القائمة كاملة متاع الشواطئ الصالحة للسباحة أو غير صالحة للسباحة. مشكور جدا سي سمير، الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم. مواصلين معكم في الشارع التونسي بفقراتنا، الناس الكل استبشرت بالمطر اليوم، خنشوفوا تداعياتها هذا الكل من بعد شوية في كلام مسؤول.